سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه. هاد الوصفه زوينه، كتصفي البشره وكتنقيها وكتقلل من التجاعيد وكتقلل من المسامات الواسعه وكتحيد التصبغات ديال البشره. هاد الوصفه كتكون من عصير ديال الطماطم، الخميره، عصير زيت ديال الليمون او الحامض، الجليسيرين، والدقيق الابيض. كناخدو عصير ديال الطماطم، كنزيدو له معلقه كبيره ديال الخميره، كنزيدو له معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره، كنزيدو له واحد شويه ديال زيت الليمون، زيت الليمون معروف عليه تبيض البشرة وكيصفيها وكيحيد التصبغات. ونزيدو شوية ديال زيت الجليسيرين، زيت الجليسيرين معروف عليه بأنه تبيض البشرة وكيرطب كيعطي نضارة للبشرة. ناخدو هادشي كامل ونخلطوه مع عصير ديال الطماطم والخميرة. مزيان، هاد الوصفة زوينة، كتصفي البشرة وكتنقيها كتعطيها واحد النضارة، كتقلل لينا من التجاعيد والمسام الواسعة. نزيد واحد شويه ديال عصير الطماطم لانه قصح ليا. كنخليوها على جنب، كناخدو هاد نصف الطماطم، كنزيدو عليها السكر سنيده، كنزيدو عليها واحد شويه السكر سنيده، كنديرو بها قماش او مقشر الوجه ديالنا او اليدين ديالنا على حسب كل واحد فين بغا يدير هاد الوصفه. هاد الوصفه خاصه للتجاعيد والمسام الواسعه. كنبقاو نحكوه هكا بحركة دائرية الوجه ديالنا والعنق ديالنا ويدينا. نغسلو يديا ونرجعو ان شاء الله. من بعد ما كنغسل يديا كناخد شي فرشاة وكنطبق هاد الماسك على الوجه ديالي وعنقي، ويديا، كنخليه نصف ساعة على البشرة ديالي حتى تيبس، ومن بعد كنغسلو بالماء بارد. وهادشي اللي بقى كنخليه في الثلاجة لمدة 5 أيام،
نقدروا نديروها كل نهار. هاد الوصفة زوينة وكت كتنفع البشرة ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. سلامة.